نعم، فإذا هذا الجلد يتطهر بالاندباغ. نعم، نقاه ثم معنى التنقية هذا لا يعود إليه نت ولا فساد. نت يعني رائحة كريهة، الفساد لو نقي في الماء يعني هذا صار متجمد، هكذا يستعمل الجلد غالبا عادة. ثم وككلب وخنزير، ثم الكلب والخنزير هما من أمثلة النجاسة، كلاهما نجسان. ثم وفرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره، ودود ميتهما طاهر. الكلب والخنزير يعني وفرع كل منهما مع الآخر، يعني هذا نزح كلب على خنزير جامعه، أو خنزير جامع كلبة، هكذا. ثم تولد بينهما ولد، وهذا الولد إذا نجس. أو كلب وخنزير مع غيره، غير يعني في هذه الغيرية عموم، لذلك سواء كان هذا الغير حيوانا أو آدميا. النجاسة فرع كل منهما، كل منهما يعني من الكلب والخنزير مع الآخر، الكلب مع الخنزير تولد منهما ولد، أو الخنزير مع الكلب تولد منهما وفرع ولد. نجاسته ظاهرة، لماذا؟ لأن أصلهما نجس، لذلك نجاسته ظاهرة. أما نجاسة فرع الكلب مع حمار أو مع بقر أو يعني هكذا حيوان آخر، كيف يكون نجاسته؟ لأجل التغليب، يعني أمر النجس عليم غليظ، لأجل ذلك تغليبا لهذا النجس يكون نجسا. وكتب الفقهاء هنا مع غيره، هناك كتبوا ولو آدميا. فإذا مثلا امرأة جومعت بكلب أو خنزير أو على العكس، يعني رجل جامع كلبة أو خنزيرة، لا حاجة إلى الجماع الحقيقي، بل يعني أدخل ماء إنسان في رحم كلب ثم تولد، يعني هذه الكلبة ولدت ولد إنسان، يعني النطفة من رجل هكذا. أو على العكس، هنا في هذه يعني الأزمنة ممكن يكون هكذا، يعني هذا أطباء وكذلك علم الطب يتطور هكذا، فإذا ممكن هذا يدخل نطفة إنسان في رحم كلبة أو خنزيرة. لو ولدت يعني هذه الكلبة والخنزيرة فالولد نجس لا شك. فإذا لو كان هذا الولد نجسا ممكن يكون على صورة الإنسان، الكلبة ولدت لإنسان ولدا ذكرا أو أنثى على صورة إنسان، ممكن يكون له عقل أيضا من الإمكان. فإذا هذا الولد ولدته كلبة أو خنزيرة، أو على العكس، يعني هذا الولد ولدته آدمية لكلب أو خنزير، يعني على العكس، فهذا ليس على صورة الإنسان، ومعه يكون له عقل، هذا حيوان، هذا الفرع على صورة الخنزير أو على صورة الكلب، يكون في ذلك الحين عقل. فإذا لو كلما يوجد يتوفر العقل السليم وهو مكلف، يجب عليه الصلاة، يجب عليه الصوم، لا ينظر إلى صورته، فإذا ممكن يكون هذا كلب أو خنزير مكلف يجب عليه الصلاة، أو على العكس، هذا على صورة إنسان ليس له عقل، فإذا هذا نجس، مع ذلك لا يكون له تكليف.
التكليف يعتمد على وجود العقل أو لا. أما النجاسة يعتمد على تولده من أحد هذين النوعين يعني من الكلب والخنزير. النجاسة يعتمد عليه. فإذا لو كان يعني هذا على صورة إنسان له عقل يجب عليه الجمعة والجماعة، فإذا هل يأتي إلى المسجد؟ لو جاء إلى المسجد هل يجب عليه التجفيف على إيه ثم يدخل؟ هو عين النجس مع ذلك هكذا. فإذا كذلك مثلا هذا في مسألة الكلب والخنزير، مثلا يعني الفقهاء بينوا مسألة يعني تفرع من آدمي وبقرة أو يعني أحد النعم الإبل أو شاة أو بقرة تولد بين أحد هذه الأنواع وبين آدمي ولد ثم له عقل، فإذا بسبب أن هذا أن له عقل وهذا ذكر، فإذا يجب عليه الصلاة وتصح إمامته بالناس، فكذلك تصح خطبته للجمعة والعيد. إذا الفقهاء ذكروا هناك يعني ماذا مثال مثلا من أمثال الفقهاء هذا خطيب بعد خطبته لحى به الناس، خطيب هو خطب في يوم العيد بعد خطبته لحى به الناس ولحي به، من هذا الخطيب؟ يعني هو ولد تولد بين آدمي وبين أحد أنواع النعم له عقل، فإذا بالنسبة إلى توفر العقل يجب عليه الصلاة وتصيح إمامته وخطبته وهو قام بالخطبة في يوم العيد، ثم بعد ذلك صار هذا ولدا بالنظر إلى تولده من أحد أنواع النعم يجوز التضحية به، لذلك ضحي به هكذا. هذا من نوادر. ثم وكذا نسج عنكبوت نعم او غيره، ثم ودود لا يعني انا اردت ان ابين مساله. فاذا نعم بالنسبه اليه هناك عفو ولو ادميا، كتب هناك كتب هناك ابن قاسم علي شبرام اللسي الشرواني، لكن محل كون المتولد بين آدمي وآدمية ومغلل له حكم المغلل إذا لم يكن على صورة الآدمي، يكون له يعني حكم الآدمي لا حكم المغلل لو لم يكن على صورة الآدمي خلافا للشارحي، شارحي يعني عند الإمام ابن حجر جرى على قوله مصنفنا المخدوم أيضا هو أطلق أو مع غيره لم يذكر يعني وجود صورة آدمي أو غير آدمي، لم يفصل هكذا. لماذا؟ عند الإمام ابن حجر هذا مطلق، سواء كان على صورة الآدمي أو لم يكن على صورة آدمي فهو نجس العين هكذا عند الإطلاق. والقياس أنه لا يكلف حينئذ، يعني لو لم يكن على صورة الآدمي لا يكلف حينئذ، وإن تكلم وميز وبلغ بلوغ الآدمي هذا عند الإمام أحمد رمزي. فميز هو بصورة الكلب أي أو الخنزير، والأصل عدم آدميته، ثم ولو مسخ آدمي كلبا فينبغي طهارته استذهابا بما كان. ولو مسخ الكلب آدميا فينبغي استصحاب نجاسته ولم نر في ذلك شيئا، ووقع البحث فيه مع الفضلاء فتحرر ذلك بحثا. ابن قاسم قرأت عبارة ابن قاسم. فإذا ابن قاسم هو فصل يعني بين
كونه على سورة الأدمي أو على غير سورة الأدمي. أما الإمام ابن حجر رحمه الله ليس هذا التفصيل بل هذا مختلف، على أي سورة كان ينظر هل يوجد العقل أو لا يوجد العقل. فإذا في مثل هذه الحالات، يعني هذا يأتي إلى المسجد يصلي، لا يجب عليه التجفيف بل هو يدخل. فإذا مع الرطوبة وهناك يعفى عنه، يعني أما مس هذا الرجل من الأماكن. هكذا ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله. نعم. ثم ودود ميتتهما طاهر، يعني هذا كلب ميت داد، يعني نشا فيه الدود في لحمه، أو خنزير ميت داد يعني ظهر فيه الدود، نشا في هذا اللحم الدود، فهذا الدود طاهر. لماذا؟ الدود لم يتيقن أنه جزء من هذا اللحم، لم يتيقن، بل هناك احتمالان، يعني الفقهاء يقولون وهناك يعني حالة جوية، من هذه الحالة نشأ هذا الدود. الدود ليس جزءا منقلبا من هذا اللحم، لو كان هذا جزءا منقلبا من هذا يعني هذا اللحم يكون نجسا، لكن هذا ليس بمتحقق. يعني هذا الديدان هكذا تنشأ في الكيفيات الجوية، في الحالات الجوية يعني تنشأ. فإذا مثلا يوجد تتولد الديدان في الفواكه، وكذلك في داخل الحبوب أيضا تتولد، فهكذا. فإذا لا يتيقن هذا الأمر، لذلك قال هو طاهر. وكذا نسج عنكبوت هو أيضا طاهر على المشهور، يعني في نسج العنكبوت، بيت العنكبوت فيه خلاف، فيه خلاف بالنظر، يعني من أين يخرج هذا النسج؟ هل من دبره أو من فمه أو من ثقبة في بطنه؟ هكذا يختلف. لو كان خارجا من دبره فحكمه النجاسة، هكذا قال بعض الفقهاء. لو كان خارجا من يعني فمه أو من ثقبة في بطنه فلا ينجس. فإذا من اختلفوا في المخرج بناء على هذا الاختلاف، اختلفوا في طهارته ونجاسته، كما قاله السلوكي رحمه الله، هذا على المشهور طاهر. والأذرعي نعم، وجزم صاحب العدة والحاوي بنجاسته، هذان الإمامان قالوا بنجاسته. ويؤيده قول الغزالي والقزويني أنه من لعابها مع قولهم أنها نعم بنجاسة. وما يخرج من جلد نحو حية في حياتها كالعرق على ما أفتى به بعضهم، لكن قال شيخنا فيه نظر، بل الأقرب أنه نجس لأنه جزء متجسد منفصل من حي فهو كميتته. ثم هذا الحية، فكذلك بعض الحيوانات يعني ماذا يقال؟ تقلع جلده في بعض الأحيان، هكذا يعني عندهم عادة عند بعض هذه الحيوانات. هلا نعم، الحية كذلك عقرب أيضا، هكذا بعض الحيوانات يعني تقلع جلده تماما، ثم يعني ينشأ تحته جلد آخر هكذا. فإذا هذا الجلد هل هو نجس أو لا؟ قال بعض العلماء هذا كالعرق فقط، لو كان قال عرقي فهو عرق حيوان طاهر طاهر، فهذا الجزء ايضا طاهر. لكن قال شيخنا يعني ابن حجر رحمه الله، هو قال هذا جزء يعني منفصل من حي، الجزء المنفصل من الحي حكمه حكم ميتته، هكذا هو قاعده. فاذا لو انفصل من هرة شيء شعره ما شعرها أو يعني قطعت يدها هكذا، فإذا حكمه حكم ميتته يعني نجسا،
أما نعم وكذلك هنا إلى اختلاف من جلد نحو حية في حياتها كالعرق على ما أفتى به بعضهم، يعني طاهر قياسا على العرق. لكن قال شيخنا فيه نظر، بل الأقرب أنه أقرب، يعني المعتمد أن أقرب إلى القياس أنه نجس. لماذا؟ لأنه جزء متجسد، تجسد يعني تجمد كالجسد، صار جزءا من جسده، ثم منفصل من حي وهو كميتته يعني نجس. وقال أيضا لو نزع كلب أو خنزير على آدمية فولدت آدميا كان نجسا، ومع ذلك هو مكلف بالصلاة وغيرها، وظاهر أنه يعفى عما يضطر إلى ملامسته. هذا رجوع إلى المسألة السابقة، فككلب وخنزير وفرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره. فإذا المصنف رجع إلى بيان هذا القول أو مع غيره، لذلك قال شيخنا أيضا لو نزع، يعني جامع، معنى النزو العلو، يعني على العلو بمعنى الجماع. نزع كلب أو خنزير، هذا الجماع ليس قيدا كما قلت، يعني أدخل ماؤه يكفي. نزع كلب أو خنزير على آدمية فولدت هذه الآدمية آدميا، آدميا معناه في صورته، في صورة الآدمية، هذا الولد في صورة الآدمي وله عقل. أيضا العقل أو يعني النطق في اصطلاح المناطق، وهذا هو خاصية الآدمي. فإذا يوجد في هذا الحيوان الصورة وكذلك صورة الآدمي وعقله، كان نجسا، مع ذلك هذا الحيوان نجس. نعم. ثم هذا عند الإمام ابن حجر رحمه الله، أما عند الإمام الرملي كما قلت هذا طاهر لكونه على صورة الآدمي، هو ينظر إلى صورة ثم ومع ذلك هو مكلف بالصلاة وغيرها، يعني جميع التكاليف، يحرم عليه شرب الخمر والزنا كذا كذا، جميع الأحكام الشرعية يكلف بها. وظاهر أنه يعفى عما يضطر إلى ملامسته. فإذا هذا الرجل لا يكلف باجتناب المواضع التي يعني يمشي سائر الناس، أو يعني المساجد، يجتنب المساجد هكذا لا يكلف، بل هو حر، ومع ذلك يعفى عما يضطر إلى ملامسة هذا الرجل، وأنه يجوز إمامته أيضا. فإذا هذا الإمام هو عين النجس، لا بأس، يصلي بالناس، فإذا يجوز تعيينه إماما في المسجد وخطيبا هكذا، إذا لا إعادة عليه في مسألة الإمامة. ماذا أهليته هذا؟ من لا يجب عليه إعادة صلاته تصح إمامته، فهذا الآدمي مع كونه عين النجس لا يجب عليه إعادة ما صلى، لذلك يصح. نعم. إذا لا إعادة عليه تصح إمامته وخطبته كل شيء، ودخوله المسجد أيضا، لكن حيث لا رطوبة للجماعة ونحوه انتهى. الشارح قيد حيث لا رطوبة، لكن في التحفة ماذا؟ هذا الشارح يعني إمام مخدوم رحمه الله خالف شيخه في هذا القيد حيث لا رطوبة. شيخ ابن حجر رحمه الله لم يقيد بهذا القيد، يعني يجوز له دخول المسجد مع الرطوبة أيضا عند الإمام ابن حجر رحمه الله. ثم في التعليق كتب هنا هذا مخالف لما في التحفة عبارتها فيدخل المسجد ويماس الناس ولو مع الرطوبة، هكذا عبارة التحفة، يجوز له مصافحة الناس مع الرطوبة ويمس الناس مع الرطوبة، كل شيء جائز، وإلا وهذا الرجل يتحرج، لذلك يعفى عنه مع الرطوبة. نعم. حيث لا رطوبة للجماعة ونحوها. نعم. عندها.